عام على طوفان الأقصى، العملية البطولية لكتائب القسام اللي كلنا نتذكر تفاصيلها، وكيف اخترق المهاجمون دفاعات العدو، وكيف قتلوا وأسروا جنود ورجالات أمن الكيان الغاصب. رد فعل من الكيان الصهيوني ما يتناسب مع الفعل، ولا حتى 10 أضعاف الفعل، ولا حتى 100 ضعف للفعل. مئات بل الآلاف من القنابل بمختلف الأحجام والسعات على قطاع غزة، وساوت أحياء بالأرض، وهجرت وقتلت عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الجرحى. يضاف إلى هذا عشرات الآلاف من المفقودين تحت أنقاض المباني. ونتنياهو يقول من اللحظة الأولى نحن ذاهبون لاستعادة الأسرى، ونحن ذاهبون للقضاء على قدرات حماس، ونحن ذاهبون للقضاء على يحيى السنوار. لكن إلى الآن ملف الرهائن يراوح، وعوائل الأسرى يتظاهرون بكل يوم بتل أبيب، ويقطعون الطرقات حتى يوصلون صوتهم لحكومة الاحتلال. أما القسام اليوم عندهم صولات بغزة، تفجير دبابات وناقلات وقنص جنود، وفي جبهة الشمال المنجزات لا تقل خيبة بالنسبة لحكومة نتنياهو. نعم، وجه ضربات موجعة باغتيال سيد الشهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله، ومن قبلها حادثة البيجر واغتيال شكر وعقيل. لكن على الأرض شنو اللي حصل؟ الحزب بمنظومته الصاروخية دك ويدك مدن الجليل وأصبع الجليل والجليل الأعلى والأسفل وحيفا وما بعد حيفا وتل أبيب والجولان. ومن بعد أسبوع من إعلان الحرب البرية نتاج العملية لحد الآن 0 متر، والمروحيات تعكف ليل ويا النهار حتى تنقل القتلى والجرحى. هذا هو مجمل الميدان لحد الآن. جنوب لبنان ما كان يوم نزهة أبد، ولن يكون نزهة. فإذا حشينا على الرجال فعدنا خزان من الرجال الشجعان الأشاوس، وإذا حشينا على الأرض فعمر القاع ما تنكرت لأهلها وتعرفهم من طبات رجليهم. وإذا قلنا تظاهر فهنا جبل وهناك وادي، وهنا شجرة أرز وهناك غابة زيتون، والشغلة طويلة ترى. وإن الأمر ما ترى لا ما تسمع، افتح عيونك زين قبل ما يطفوهن إلك. حياكم الله مشاهدينا الكرام بكلام حر، وأرحب بضيوف حلقة اليوم ابتداء من الدكتور حسن زين الدين أكاديمي وباحث سياسي لبناني، حياك الله أستاذ حسن. وأيضا من إيران الدكتور جلال جراغي خبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية، حياك الله دكتور جلال. ضيوفي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، وأبتدئ الحديث مع ضيفي داخل الاستوديو وفي بغداد بلدكم الثاني العراق، أهلا ومرحبا. أهلا بكم. لكم عظيم الأجر بما فقدتم من شهداء وما زلتم تعطون من شهداء، احنا معاكم لآخر نفس قلبا وقالبا، حياكم وبياكم. حياكم الله. إذا خلينا نبتدئ الحديث دكتور، أريد نعرف وضع لبنان اليوم. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وكل التحايا لحضرتك وللضيوف الكرام، والتحية موصولة أيضا للمشاهدين الأعزاء الذين يتابعون يعني أخبار ومجريات القتال والمعارك، وإن شاء الله يعني الله يطيل في أعمارهم ليرون بشائر النصر قريبا جدا بإذن الله. بالنسبة للوضع في لبنان بشكل عام، يعني أولا أحب أن أطمئن الناس بأنه لا تخافوا ولا تحزنوا، نحن نجاور الكيان الصهيوني منذ حوالي 76 سنة. نعم. المقاومة الإسلامية في لبنان هي تعمل في قتال العدو الصهيوني منذ حوالي 42 سنة. نعم. ولدينا كرات وفرات على يعني أعداء الأمة العربية والإسلامية. سجل إخوانكم المقاومون العديد من الانتصارات خلال هذه السنوات الطوال. العدو الصهيوني مشروعه كبير، مشروعه من النيل إلى الفرات. نعم.
مشروعه ومخاطره تطال طبعا، ونحن نتحدث اليوم عن إعادة إحياء ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. نعم. الشرق الأوسط الجديد الذي يعني خرجت آنذاك في 2006 كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية وقالت بأنها تريد تغيير وجه المنطقة. نعم. وتحدثوا عن الشرق الأوسط الجديد، وتحدثوا عن دولة إسرائيل الكبرى، حاولوا خلال 2006 أن يشنوا عدوانا استمر ل 33 يوما. نعم. ذهب الكثير من الضحايا، الضاحية الجنوبية التي ترونها اليوم تدمر بعض الأبنية والبيوت فيها ويهجر أهلها، عام 2006 مسحت كلها يعني سويت بالأرض وخرج طبعا، والعديد من البيوت في الجنوب يعني التاريخ يعيد نفسه، هجر الناس. نعم. وقتلوا ودمرت البيوت وحرقت المحاصيل. نعم. وخرج سماحة السيد حسن رضوان الله عليه وقال آنذاك، قال كما كنت أعدكم بالنصر سابقا أعدكم أو دائما أعدكم بالنصر مجددا. نعم. حينما انتهت هذه الحرب طبعا، وكان يقول أنا سأعيد بناء هذه البيوت، سنعيدها أجمل مما كانت، وبالفعل انتهت الحرب. وحينما اجتمعنا بسماحته باللقاءات العامة واللقاءات الخاصة التي كان يعني يقيمها مع أهله وشعبه، سألناه أنه أنت سماحتك كيف وعدت الناس بالنصر، على ماذا كنت تستند؟ هو قال أنا كنت أستند على القرآن الكريم، على وعد الله عز وجل. الله عز وجل حينما يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. فنحن قمنا بما علينا، نصرنا الله والنتيجة محسومة، نحن علينا أن نؤدي تكليفنا. واليوم إخوانكم المقاومون في لبنان يؤدون ما عليهم. نعم. هم يسطرون أروع ملاحب البطولة في الجنوب، يمنعون منذ 4 أيام. نحن كمقاومة في لبنان ليس واجبنا أن نمنع العدو من أن يدخل إلى أرضنا. نعم. بل واجبنا بأن نستنزفه وأن يعني لا نتركه يبقى محتلا لأرضنا. ولكن اليوم حتى ذهبنا في خطوة إضافية. نعم. ومنذ أيام لا يستطيع العدو الدخول إلى أرضنا. نعم. من خلال الكمائن والعمليات النوعية والالتحامات المباشرة. العملية الميدانية دكتور، أحب أدخل بتفاصيل أكثر. نعم. لكن بعد أن ننتقل إلى إيران، حياك الله دكتور جلال. إغلاق للأجواء الإيرانية من الساعة 9 إلى الساعة 6 صباحا، نقدر نقول بأنه إحنا دخلنا فعليا بمرحلة الرد الإسرائيلي؟ انقطع الصوت. أكرر عليك السؤال، حياك الله مرة أخرى دكتور جلال. إغلاق للأجواء الإيرانية من الساعة 9 إلى 6 صباحا، نقدر نقول بأنه إحنا دخلنا في الوقت المحدد للرد الإسرائيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللضيف الكريم ولجمهوركم ولمشاهديكم الأعزاء. حياك الله. نعم، موضوع رد الكيان الصهيوني على إيران، يعني الرد على العملية الأخيرة الباصلة، عملية الوعد الصادق، هو يعني حديث الساعة في طهران وفي إيران برمتها. لكن هنا عدة نقاط. أولا، القوات المسلحة الإيرانية بكل يعني جميع أركانها على أتم الاستعداد وعلى عهبة يعني حالة التأهب القصوى والأصابع على الزناد لكي يرد الصاع الصاعين ضد الكيان الصهيوني، هذا أولا. وثانيا، نرى بأن الكيان الصهيوني بشكل تدريجي يعترف بالخسائر التي لحقت بها من جراء عملية الوعد الصادق الأخيرة. هذا إن دل على شيء يدل على أن الكيان الصهيوني أولا يعترف بأزمة لسانه، وثانيا يعلم ويعي جيدا بأن امتداد
الفلسطين المحتلة، الأراضي الفلسطينية المحتلة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يعني في مرمى الصواريخ الفرتصوتية الإيرانية. ولهذا للكيان الصهيوني أن يفكر ألف ألف مرة قبل اتخاذ أي مغامرة أي رد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استهداف يعني مختلف الأماكن الإيرانية، المنشآت الإيرانية عسكريا كانت أو غير مدنيا أو غير مدنية وعسكرية. ولهذا نعم هذا أيضا يعني نوع الرد الإيراني على الكيان الصهيوني أيضا حديث الصعة في طهران إيران، وعلى لسان أكثر من مسؤول، وكما أن سماحته خرج علنا وعلنا بأنه إذا ما لزم الأمر القوات المسلحة الإيرانية ستكرر العملية الثالثة ضد الكيان الصهيوني. يعني هذا الكلام يعني هو بالضرورة يعني قابل تنفيذ من قبل القوات المسلحة الإيرانية. هنا إيران يعني مستعدة وتراقب الأمور أن كسب على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الكيان الصهيوني وعلى المستوى الدولي أيضا. دكتور حسن، نتحدث هنا عن غارات كثيفة من السماء وأيضا هجمة برية موجودة في جنوب لبنان. طيب أين تتجه معطيات الميدان في جنوب لبنان؟ وما هي الدفاعات والهجوم من قبل حزب الله التكتيك العسكري الاستراتيجي اتجاه ما يقوم به الكيان الغاصب؟ نعم، طبعا لا شك بأن يعني الكيان الصهيوني اختار التصعيد الكبير والمكثف واستهداف المدنيين. هو يحاول، نحن عندنا يعني عندنا في لبنان قاعدة نسميها القاعدة أو الثلاثية الذهبية، هي الجيش والشعب والمقاومة. نحن يعني الشعب هم نفسهم المقاومة، فيحاول الكيان الصهيوني أن يفصل بين الشعب ومقاومته من خلال الإمعان في سفك دمائهم حتى يتخلوا عن خيار المقاومة. ولكن ما شاهدناه، طبعا هناك حجم كبير من الدمار، دماء كثيرة سالت وتسيل يوميا، يعني يستشهد العشرات من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ. هناك الكثير من النازحين والمهجرين، الناس الذين فقدوا بيوتهم وأرزاقهم ومصالحهم، طبعا هذا واقع الحال. ولكن بالمقابل نحن نرى رباطة الجأش والعقيدة الراسخة لهؤلاء الناس. هم يعني يقولون، ونشاهد كل تصريحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بأننا مستعدون أن نضحي بدمائنا وأعراضنا وأموالنا وممتلكاتنا، ولكن علينا أن ننتصر. نحن متمسكون بمقاومتنا، ويعولون على إخوانهم المقاتلين على الجبهات. أنا لا أتحدث عن يعني أمور نظرية أو شعر، يعني هذا ما نشاهده يوميا. بالنسبة لي يعني التكتيك الذي تستخدمه المقاومة الميدان دكتور، يعني خصوصا بعض وسائل الإعلام للكيان الغاصب ذكر بأنه الصواريخ الدقيقة لحزب الله قد استهدفت ودمرت، مصداقية هذا الخبر؟ نعم، نحن طبعا الإسرائيلي في أول يوم من شنه للغارات قال أنا قضيت على 50% من القدرات العسكرية لحزب الله. ثاني يوم حاول الدخول بريا ودخل في مستنقع لا يعني لا يستطيع أن يخرج منه، وتحدث عن التحام مباشر من مسافة صفر. ثم تحدث عن محاولة اختطاف كما سماها لجنوده القتلى، وكلنا شاهدنا المروحيات التي تحاول سحب القتلى والجرحى من الميدان في ظل الاستهداف المباشر من عناصر حزب الله، من عناصر المقاومة. بالنسبة طبعا أنا إذا أريد الحديث عن قدرات حزب الله، يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أنواع. القدرات البرية، القدرات الجوية، والقدرات البحرية. نحن لحد الآن القدرات البحرية لم تدخل بعد حيز يعني الاستخدام. عام 2006 استهدفت المقاومة، أنا أتحدث كمراقب ومتابع، استهدفت المقاومة بصاروخ
بوارج عسكرية وأغرقتها. الآن لحد الآن بعد لم تستخدم قدراتها طيب يعني إذا بدك البحرية، القدرات الجوية لحد الآن. نعم. تم إطلاق بعض المسيرات وبعض طبعا الصواريخ فادي واحد واثنين وثلاثة وإلى آخره، يعني هذه القدرات الصاروخية. طيب هذه القدرات الصاروخية دكتور، يعني إحنا نتحدث عن أهداف ذهبية في تل أبيب. نعم. إذا تم استهدافها ممكن تقسم ظهر العدو. هو فعلا تم استهداف بعض الأهداف النوعية كمقر الوحدة 8200 التي هي مسؤولة عن التجنيد والاستخبارات في المنطقة. هذه سابقا، يعني أتحدث من بعد استشهاد سيد نصر الله. نعم. لحد اليوم. يعني أريد ضربة من حزب الله، شوفي قسم الظهر البعير. نعم شوفي، المعارك تدار بالعقول وليس بالعواطف. نعم. يعني الآن ممكن أن نخرج ونقول مثل ما كانوا يخرجون في المسيرات يقولون يا نصر الله يا حبيب اضرب دمر تل أبيب وهذه الشعارات وكذا. صحيح، نحن مشروعنا القضاء على هذا الكيان، ولكن نحن ننظر إلى المعركة، يعني المقاومون أو بيئة المقاومة تنظر إلى المعركة بأنها معركة ربما تستمر أشهر أو سنوات. ليس من الصحيح أن نلعب كل أوراقنا دفعة واحدة. وطبعا أيضا على الجهة المقابلة إذا أردنا أن نسأل السؤال المعاكس، لماذا لا تتدخل دول الناتو الآن وتدافع عن إسرائيل وتضرب إيران مثلا أو تستهدف حزب الله؟ لماذا لا تتدخل البوارج الحربية الأمريكية مباشرة؟ لماذا لا تدخل الصين وروسيا على خط؟ طبعا كل هذه أسئلة ممكن لأي واحد أن يسألها، ولكن هناك معادلات إقليمية وموازنات استراتيجية أو توازن استراتيجي، يعني يجب أن يدار بالعقل وليس بالعاطفة. نحن نفكر بكيف نستمر لفترة طويلة. هنا العقل، منطق العقل لربما الكل يؤيد، ولكن في بعض الأحيان وإذا أردنا نستشهد بقول الشهيد السيد نصر الله، قال الضحية مقابلة الأبيب. يعني هذه رسالة تركها السيد نصر الله، يعني يجب أن تنفذ. نعم، وهي نعم. بالفعل تم تنفيذها. يعني الضاحية تأذت، يعني خصوصا البارحة كان نقل حي استهداف صواريخ مدمرة. صحيح. نعم. طبعا البارحة كانت من الليالي القاسية على نعم. أهلنا في الضاحية. طبعا لفترة طويلة حزب الله قام بترسيخ معادلات. نعم. يعني اغتيال مثلا مقاتل من المقاومة مقابل مثلا استهداف للجنود الإسرائيليين، الضاحية مقابل تل أبيب. ولكن يعني نتحدث صراحة. نعم. هذه الحرب خلطت الأوراق وربما كسرت بعض المعادلات. ولكن خلال بسياق هذه الحرب بشكل عام لابد للمقاومة أن تعيد إعادة صياغة معادلات جديدة ربما تكون أقوى وأرسخ وأمتن من المعادلات السابقة. نحن نتطلع إلى يعني إلى إزالة هذا الكيان. نحن بالمناسبة يعني موضوع مهم جدا، دائما نقف في الموقف في التموضع الدفاعي، نقول أننا سنرد، أننا سنقوم بردة فعل. نعم. ولكن نحن موقفنا من الكيان الصهيوني موقف مبدئي، هو عدو، هو غدة سرطانية يجب إزالتها كما قال الإمام الخميني. نعم. يجب إزالة هذا الكيان ولو لم يقم بأي فعل. نعم. هو أصلا غدة، هو مشروع استعماري في المنطقة. كل قوى المقاومة وعلى رأس قوى المقاومة الجمهورية الإسلامية تعد هذه العدة. نعم. لأجل القضاء على هذا الكيان، وهذا طبعا هذا هدف استراتيجي وليس هدف تكتيكي. المعادلات. نعم. التي يتم يعني ترسيخها هي أهداف تكتيكية لأجل هذا الهدف الاستراتيجي. طيب أنتقل إلى إيران والدكتور جلال. طيب على ما يبدو يوجد قطع بالاتصال، أبقى وياك دكتور. تحدثنا على مسألة دمار الضاحية الجنوبية أمس بصور حية وبلحظة سقوط الصاروخ المدمر. هنا نعرف من حضرتك، أكو بقوا سكان بالضاحية لو الكل نسحوا؟ لا، بقي عدد من السكان هناك. يعني طبعا العديد أو أغلبية السكان نزحوا يعني إلى مناطق أخرى، ولكن بطبيعة الحال يبقى بعض الأشخاص الذين هم يعني عاطفيا مرتبطين بهذا المكان، بعض الشباب الغيور الذي مثلا ينتظر دوره في محاولة الإسعاف أو النجدة لبعض مثلا المتواجدين. هناك محال تجارية لازالت مفتوحة في بعض الأماكن،
طبعا يعني أحب أن أقدم صورة، يعني ربما المشاهد أو المتابع الذي لا يعيش في لبنان في جنوب لبنان، نعم. طبعا بعد هناك بعض السكان لا يزالون في الجنوب اللبناني، يعني تحت القصف والدمار وغيره، وهذا دلالة على أننا نحن أصحاب الأرض، نحن متمسكون بهذه الأرض، لا نتركها بسهولة. هناك أصحاب الأرزاق الذين مثلا لديهم قطعان من الماشية أو الأراضي أو كذا، متعلقون بأرضهم، لا يستطيعون أن يتركوا هذه الأراضي. ما يحصل في الجنوب الذين يقاتلون على الجبهات، طبعا أنا لا أحد يملك أرقام دقيقة، ولكن نحن نسمع من بيئة المقاومة بشكل عام، عددهم، عدد المتواجدين على الجبهة حاليا لا يقاس بعدد الجاهزين والمستعدين والمتحرقين شوقا للذهاب إلى الجبهات. ما يحصل لم يثني إرادة شعبنا وأهلنا. تحدث الضيف الكريم عن القدرات الصاروخية وغير، يعني وكل المشاهدين يسألون عن هذا الموضوع. أنا أقول بأننا نمتلك أهم من القدرات العسكرية، يمتلك شعبنا إرادة القتال، يمتلك شعبنا عقيدة القتال، يمتلك شعبنا التمسك بخط محمد وآل محمد، يمتلك شعبنا التمسك بما حدث بكربلاء. كان لدينا رمز طبعا، وهو رمز خالد، وهو الإمام الحسين عليه السلام، والآن لدينا إضافة للإمام الحسين من ساروا على خط الحسين من قادة وشهداء أمثال السيد حسن والحج عماد والسيد ذو الفقار والسيد عباس الموسوي وغيره من عشرات القادة. ولمن يسأل لماذا مثلا قادة المقاومة يتواجدون مثلا في الضاحية الجنوبية، أو لماذا لا يغادرون، أنا أحب أن أسأل سؤال آخر: ماذا لو تم استهداف السيد حسن خارج مناطق القتال؟ ألا يقول الناس بأنه جبنا وهرب من ساحات القتال وورط شعبه واحتمى في مكان آخر؟ سماحة السيد يأبى كان إلا أن يتواجد على رأس غرفة العمليات في الضاحية الجنوبية التي أحب وعشق ودافع عنها. طيب أرجع إلى إيران دكتور جلال. مسألة إغلاق المجال الجوي الإيراني بني على معلومة استخباراتية أم إنه مجرد إجراء احترازي للتهديدات من قبل الكيان الصهيوني؟ نعم، يعني هناك إجراءات احترازية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا يعني الظروف تستلزم والظروف تتطلب أن تأخذ إيران كل الاحتمالات، كل السيناريوهات بعين الاعتبار، لأن هناك يعني عدو وحشي، عدو الذي يريد أن يظهر يعني كأنه كلب مسعور حسب مقولة موشي ديان. ومن هذا المنطلق إيران كما تمت الإشارة إليها، إيران على أهبة الاستعداد وعلى حالة التأهب القصوى، وكما أشار سماحة السيد القائد بأن على القوات المسلحة الإيرانية أن ترد بسرعة يعني في أقرب وقت ممكن على أي رد من قبل الكيان الصهيوني. لكن نرى بأن الكيان هو يتردد في الرد على إيران. يبدو أن الكيان الصهيوني يريد أن يبتز الولايات المتحدة والدول الغربية، وهناك أيضا فيهم يعني في البيت الداخلي للكيان الخلافات موجودة. وكما أن الكيان حقيقة بسبب وجود مختلف الجبهات وبسبب تلقي الضربات القاسية والغاضية من قبل حزب الله الشجاعة ومن قبل أنصار الله في اليمن والمقاومة العراقية، يبدو أنه يتخبط خبط أشواه ولا يدري من أين يتلقى الضربات. وفي في في وسط يعني فيما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أنه الضربة القادمة ستكون أقوى وأكثر تدميرا، والكيان يبدو أن هناك في يعني مشغول بعدة سيناريوهات. السيناريوهات في ردها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبدو أنها يبحث مثلا موضوع استهداف القواعد العسكرية على القواعد الأمنية
الطابعة للقوات المسلحة والقوات الأمنية الإيرانية، أو حتى يمكن أن يقوم الكيان باغتيال شخصية ما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن ثم حقيقة بسبب أننا نعرف طبيعة الكيان الصهيوني، طبيعة الوحشية للكيان الصهيوني، هو يريد يمكن قد يفكر في يعني تنفيذ مختلف عمليات يعني سبرانية، عمليات يعني ضرب المحطات الكهربائية، مختلف الموانئ الإيرانية لإيجاد الخلل داخل يعني الشعب الإيراني. لكن كل هذه السيناريوهات، هذه الاحتمالات يعني في حسبان للقوات المسلحة الإيرانية. وإذا ما أراد الكيان أن حقيقة يرتكب خطأ أكبر أو حماقة في ارتكاب يعني المحطات النفطية ومنصات الغازية الإيرانية، وإن لا يستطيع، لكن يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان أكثر من مسؤول وعلى أكثر من مرة حذرت الولايات المتحدة، حذرت الكيان الصهيوني بأنه لن تكون هناك نقطة ومكان في فلسطين المحتلة لن تصل إليها الصواريخ الدقيقة الإيرانية. وإذا ما يعني ذهب الكيان إلى أبعد من ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية من الممكن أن تستخدم أسلحة نوعية أخرى. طيب دكتور جلال، يعني هي مسألة الرد، يعني إذا الكيان الإسرائيلي ضرب طلقة أو ضرب صاروخ مدمر يكون نفس الرد بحجم القوة؟ طبعا إيران ممكن أن أولا حسب يعني ما أعلنه العسكريون في إيران، إيران سيرد بنفس الحجم أو أكثر من ذلك الحجم، لأنه الكيان يريد يعني إذا ما قام مثلا بإطلاق صاروخ على نقطة ما في الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن إيران حقيقة بلد كبيرة، فهناك أولا لن يحصل يعني الرادع للجمهورية للكيان الصهيوني. ولهذا مثل هذه العمليات العسكرية المحدودة لن تفيد الكيان الصهيوني. الكيان يبحث عن الردع، لكن إذا ما يعني ذهب أبعد من ذلك أكثر من ذلك، فإن هناك ستكون الرد الإيراني مدمر بشكل كامل وأكثر تدميرا بالمقارنة من العملية السابقة، أي العملية الأخيرة الوعد الثاني الاثنين. ولهذا نرى بأن الكيان اليوم يتخبط ولا يدري ما يفعل، ويريد أن أولا يبتز الولايات المتحدة والدول الغربية، وهو في حقيقة غاضب جدا ويستشيط غضبا، لأن هناك ضربات قاسية هنا يعني على مدى عام واحد. رأينا كيف كان يوجه حزب الله ضربات قاسية يعني مهلكة للكيان الصهيوني في المناطق الشمالية، حتى وصلت ضربات حزب الله إلى حيفا في يعني في 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 مساحة 45 كيلومتر، والكيان حقيقة في ورطة. ولهذا عليه أن يفكر، ولا يمكن لنتنياهو أن يرد على إيران بدون أخذ يعني مختلف أنواع الرد الإيراني بعين الاعتبار. ولهذا نرى اليوم الكيان يتردد ودائما يستجدي الولايات المتحدة والدول الغربية. طيب أرجع لك دكتور حسن، هنا نتحدث عن الجليل الأعلى، ممكن أن نشهد يعني مستوى نفس مستوى طوفان الأقصى، وهل البيئة مهيئة لهكذا موضوع؟ طبعا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أشير إلى شيء مهم، بأن يعني العدو الصهيوني مثلما فعل في حرب تموز، في عدوان تموز عام 2006، هو يكثف من ضرباته الجوية، هو يستخدم سلاح الجو، يكثف من ضرباته الجوية، لديه بنك أهداف يستنفذه بسرعة، يعني لحد اليوم هناك حديث عن استنفاذ بنك الأهداف.
يعني قاعدة البيانات التي التي يمتلكها الكيان في الأيام المقبلة هو يضرب أي شيء يعني، وليس لديه مخزون من بنك الأهداف الدقيق. على الجبهة الجنوبية هو يدمر البيوت ويعتقد بأن يعني المقاومة تستخدم البيوت لتخزين الصواريخ، وروج لهذا الموضوع. طبعا هذه إشاعات كاذبة وليست صحيحة. وبكل الأحوال هو يعني ما شهدناه من نتيجة بعد كل هذه العملية وكل هذه الضربات، يعني مفترض بحسب ادعاءات الكيان بأن تنتهي المقاومة ولا يخرج أي صاروخ من جنوب لبنان بعد كل هذه. يعني في يوم واحد، أول يوم من العدوان منذ حوالي أسبوع، 1500 طلعة جوية خلال 12 ساعة، 1500 غارة جوية، مئات القتلى، يعني عفوا مئات الشهداء. بالمقارنة بحرب تموز خلال 33 يوم استشهد من المدنيين حوالي 1400 شخص، في يوم واحد استشهد حوالي 600 شخص. شوفي حجم الهجمة الشرسة. إذا كان هذا المجتمع أو هذه المقاومة يعني ستنهار لكانت انهارت في اليوم الأول. لماذا لا زالت باقية وصامدة؟ لماذا لا زال المقاومون حينما حاول الإسرائيليون أن يدخلوا بريا لم يستطيعوا الدخول؟ لماذا لحد اليوم تصل صواريخ المقاومة إلى عمق الكيان بمسافة 150 كيلو متر، يعني إلى أبعد من حيفا، وصولا إلى ضواحي تل أبيب وتل أبيب الكبرى مثل ما يسمونها، إلى الداون تاون العاصمة؟ هو هذا السؤال، ليش ما يتم استهداف قلب تل أبيب؟ هو تم استهدافه، تم استهداف الضواحي دكتور. هو في أول عملية لاستهداف الضاحية تم استهداف مقر الموساد الإسرائيلي، أهم مقر للموساد في ضواحي تل أبيب. طيب، نحن المقاومة تعمل على توزيع قدرتها الصاروخية والنارية على جدول زمني، يعني لكي تستطيع أن يعني تستخدم أوراقها بشكل استراتيجي وتكتيكي بما يتناسب مع حجم يعني حجم المعركة. قوات الرضوان التي كل الناس أصبحت تعرفها، قوات الرضوان ليست هي كل المقاومة، هي قوة من قوات المقاومة. هناك قوات أخرى، قوات العباس، وهناك مجموعة من السرايا والقوات الشديدة البأس وشديدة الجهوزية. هناك سلاح ضد الدروع الذي يخشاه الإسرائيلي، هناك سلاح المسيرات والقدرات الصاروخية، هناك السلاح البحري. ولكن أنا أتحدث عن قوة الرضوان التي في عقيدتها القتالية تم تدريبها لأجل هدف واحد فقط، هو الدخول إلى الجليل. هو الجليل، هي أعدت العدة لتدخل. طبعا بالمناسبة نحن لدينا سبع قرى، يعني في سنة 48 لما دخل العدو الصهيوني إلى فلسطين واحتل جزء من الأراضي اللبنانية ووصل إلى بيروت في احتلاله ثم رجع، بقي لنا للبنان سبعة قرى لازالت محتلة لحد الآن. بريطانيا تعتبرها بحسب الترسيم الحدود، طبعا هذا ملف شائك لا نريد الدخول به بتفاصيله الآن. ولكن نحن لدينا أراضي لبنانية داخل فلسطين، يعني داخل الحدود الحالية، ونعتبر بأن هذه الأراضي الفلسطينية كلها من مقدسات الأمة، وأعدوا العدة، المقاومة أعدت العدة للدخول. ربما لا يعني أعرف غدا الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، ربما نشهد يعني مفاجآت جديدة، هذا ما ستكتبه طيب. الأيام القادمة. خلي أرجع لإيران دكتور جليل، كيف لإيران أن تفوت فرصة النشوة على الكيان الصهيوني بمسألة الرد على نتنياهو في حال أو محاولة أن نتنياهو قصف إيران أو استهداف إيران؟ يعني هذه نقطة يعني سمعنا أن أكثر من مسؤول في إيران والمسؤولون العسكريون والسياسيون أكد، وأخيرا جاء على لسان السيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وأكد بأنه إذا فكر نتنياهو في ضرب أهداف في داخل عمق إيران في الأراضي الإيرانية عليه أن ينتظر الرد الإيراني، وهذا شيء يعني بديهي وشيء معلوم ومعلن حقيقة. هناك إيران يعني
ممكن للكيان الصهيوني إذا ما أراد أن يضرب، إذا يقوم بشن هجوم ضد المصالح الإيرانية وضد المنشآت النفطية والغازية وغير النفطية والموانئ الاقتصادية الإيرانية. لكن ألا نتنياهو أولا يعلم أن نتنياهو وجوغته وبشكل عام الكيان الصهيوني ليس محصن بسبب يعني الأنظمة الدفاعية الصاروخية، القبة الحديدية ومقلعة داوود وآرو وغيرها من يعني من الأنظمة الأمريكية وغير الأمريكية والفرنسية. وأما إذا ما أراد الكيان إلحاق الضرر والخسارة بالمنشآت غير العسكرية والمنشآت الهيوية في للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ممكن أن يقوم يعني إلحاق خسارة، ولكن في المقابل إيران ستقوم بعملية تدميرية ضد جميع المنشآت جميع المصافي. يعني هناك الكيان الصهيوني له يعني مصافي ويعني مصادر الطاقة محدودة جدا. إيران ستدمر هذه المصادر الطاقة المحدودة وستدمر الشبكات المائية التي تكمن نقطة الضعف للكيان الصهيوني في الشبكة المائية وشبكة المياه. كما أن إيران ستقوم بتدمير كل المحطات، كل المنشآت الصناعية للكيان الصهيوني، لأن هناك معطيات ومعلومات دقيقة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الصواريخ، أن لا أدري الأماكن، القواعد العسكرية للكيان الصهيوني. وأخيرا رأينا بأن عملية ومسيرتين هدهد واحد وهدهد ثاني كيف عرض يعني معلومات دقيقة ومعطيات دقيقة من المواقع الحساسة والخطيرة للكيان الصهيوني. ولدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية معلومات ومعطيات دقيقة بشكل عام، وحتى كان في الأنباء في الأخبار بالنسبة للوعد الصادق الاثنين بأن القوات المسلحة الإيرانية دمر 20 طائرة من نوع F-35 في قواعد الجوية للكيان الصهيوني. حجم الخسائر الواردة للكيان الصهيوني يعني كبير وكثير وعظيم، والكيان هو في صدمة حتى الآن، تلقى صفعة وضربة شديدة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولهذا الكيان نرى بأن هناك خلافات بين جوقة نتنياهو وحكومة نتنياهو في نوعية الرد لإيران، وفي خلافات بينهم يعني مع الولايات المتحدة مع الدول الغربية، لأنه إيران حسم أمرها، حسم قرارها للرد القادم بشكل أقوى. طيب دكتور حسن، يعني مثل ما تعرف حضرتك وصية السيد الشهيد نصر الله رضوان الله عليه، طبعا من الصعوبة نقول رحمه الله لأن ما نستوعبه، رضوان الله عليه ذكر قال لا فصل بين جبهة غزة وجبهة الإسناد، طبعا وهذه وصية طبعا. لكن بالمقابل أكو حديث في أسوار الحكومة اللبنانية تتحدث على إنهاء أو وقف القتال في لبنان، موقف الحزب من هذه القضية؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا، في يعني ونحن على أعتاب الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، والذي بعد يوم واحد يعني في 7 من تشرين الثاني بدأت العملية، في 8 مباشرة في اليوم الثاني دون أن يطلب أحد من حزب الله، قام اتخذ قرارا بإسناد أهلنا في غزة، وبدأ بعملية استنزاف طويلة وتدريجية ومتراكمة طبعا. وهذا يجيب عن بعض الأسئلة التي يعني مرت خلال الحلقة، لازلنا في معركة الإسناد وبشكل تدريجي. ولو يعني الإسرائيلي أمعن في القتل والدمار، نحن يعني نقوم بحسابات تكتيكية واستراتيجية للدخول في هذه المعركة. وخلال سنة انتقلت
المبادرة إلى يد المقاومة بشكل كامل. فتحت العديد من الجبهات على الكيان الصهيوني، وهو طبعا كان يجري العديد من المناورات على جبهتي على صعيد الجبهة الداخلية وعلى حدوده. فتحت جبهة من يعني من فلسطين، الضفة تتهيأ، جنوب لبنان، اليمن، من سوريا، من منطقة الجولان أيضا الجبهة يعني تغلي وهي جاهزة للانفجار في أي لحظة. ومن العراق ومن الجمهورية الإسلامية. نحن نتحدث عن حوالي 7 جبهات لحد الآن. هي تنخرط بشكل تدريجي وفي تناغم وتناسق تام، وهذا ما نسميه وحدة الساحات. هذا من جهة. موضوع ربط مصير جبهة الإسناد في لبنان بمصير الحرب على غزة هو ربط مبدئي، وسقاه شهيدنا وقائدنا سماحة السيد رضوان الله عليه بدمائه. هو رفض أن يفصل أن يفصل جبهة الإسناد أو أن يربط أي عملية مفاوضات بما يحصل في جنوب لبنان يعني أن يفصل مسارها عن جبهة غزة. ولأجل ذلك بذل دماءه. أنا أحب أن أطرح سؤالا هنا. لو في 8 تشرين قرر حزب الله يعني البقاء على حياد ومتفرجا ويعني ينخرط في الحرب حينما تستدعي الحاجة وليس بشكل مباشر، ربما لم نكن قد خسرنا كل ما خسرنا، لم نكن قد قدمنا أغلى قادتنا، ولكن في الجهة المقابلة كان العدو الإسرائيلي يعني يعزز كل طاقته وكل قدراته للقضاء على أهل غزة. وسيتفرد بنا جبهة جبهة. لذا نحن نتحدث هنا عن وحدة الساحات، عن تماسك الساحات والجبهات لكي لا يتفرد بنا عدونا. ما يحصل الآن في التفاوض السياسي ربما هي بعض المناورات السياسية في الداخل اللبناني. نحن مثلما يعني نعتقد بأهمية المقاومة العسكرية، أيضا هناك مسار ثاني وهو المقاومة السياسية، وهو متروك لأهله، وهو على تنسيق تام مع قيادة المقاومة في حزب الله. يعني يوجد توافق طبعا. طيب إذا خلي أرجع لضيفي من إيران دكتور جلال. أتحدث هنا عن التحركات السياسية من أجل إيقاف التصعيد، هل من تحركات حقيقية فعلية دولية سياسية لإيقاف التصعيد؟ نعم، يعني إذا ما كانت هذه التحركات، يعني تقصدين هذه التحركات الغربية، نعم، لأنه إذا ما ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للكيان الصهيوني ستكون مصالح غربية على المستوى على المستويين الإقليمي والدولي، يعني ستكون في محط الريح، ستكون يعني في خطر كبير. ولهذا هم يعني يتحركون بأن الكيان لا يرد بشكل كبير على الجمهورية على إيران، لأن الرد الإيراني سيكون قاسيا، وفي هذه الحالة يعني ستشتعل، ممكن أن ستشتعل المنطقة، ومن ثم ستكون المصالح الغربية والأمريكية يعني في خطر جاد، خاصة أن الولايات المتحدة يعني على عتبة استحقاق الرئاسة والإدارة الأمريكية برئاسة بايدن لا تريد أن تنشغل بحرب وتخسر أمام يعني منافسه ترامب المجرم. بالعكس نتنياهو هو يريد أن يعني يطول وتستغرق الأحداث حتى يعني تصل الأمور إلى ما ينفع ترامب المجرم. ومن هذا المنطلق هناك تحركات بين الدول الغربية والأمريكية لحسم المعركة لوضع حد حقيقة للكيان الصهيوني. طيب دكتور حسن، شنو الشيء اللي يجبر نتنياهو على الجلوس لطاولة الحوار خصوصا بعد عام من طوفان الأقصى؟ طبعا الآن نتنياهو هو كان قبل طوفان الأقصى مأزوم سياسيا، أجريت العديد من الانتخابات في داخل الكيان، لم يكن لديهم حكومة. شكلت طوفان الأقصى نوع من
من الفائدة أو الفرصة لنتنياهو حينما تمت العملية استطاع أن يشكل حكومة ولديه العديد من القضايا والملاحقات التي يتهرب منها، ربما يعني لمصلحته الشخصية، من مصلحته أن يطيل أمد الحرب. نعم. إذا لم يستطع تحقيق أهدافه، ولن يستطيع يعني التي أعلنها في غزة، استعادة يعني الأسرى، القضاء على حماس، جعل منطقة آمنة وغلاف غزة، يعني إعادة المستوطنين، ثم الآن وضع أهداف جديدة في الجبهة الشمالية يعني مع الحدود مع لبنان، إعادة المستوطنين نعم. إلى منطقة الشمال. إذا لم يستطع تحقيق هذه الأهداف، وهو لن يستطيع، سيتم تشكيل ضغط شعبي كبير عليه. هم طبعا الإسرائيلي يستطيع أن يشن حربا، ولكن لا يقدر على يعني إطالة أمد الحرب وعلى الاستنزاف الطويل. جبهته الداخلية تتعب بسرعة، الاقتصاد يتأثر بشكل كبير. المواطن في الكيان الصهيوني دكتور، يعني اليوم عرفنا أنه أكو بعض المظاهرات ضد نتنياهو وضد ما يقوم به بسبب قتل أبنائهم وكذلك العديد من الجرحى وأيضا الدمار اللي حل بيهم. شوف الفارق بين مجتمعنا ومجتمع الكيان. في مجتمعاتنا مثلا حينما حصلت مجزرة البيجر كما تسمى، نعم. شاهدنا العديد من يعني الإخوة الذين قالوا مثلا أنا عيوني ذهبت أو أيدي مثلا ذهبت، ولكن هذا فداء للمقاومة. نعم. في ما يحصل الآن مثلا يقولون، كانوا يقولون بأن بيوتنا ودماءنا هي فداء للسيد، الآن يقولون هي فداء لدماء السيد. نعم. بالمقابل هذا الشعب لأنه أهل الأرض، نحن جذورنا التاريخية تمتد لأكثر من 1400 سنة في منطقة جبل عامل. نعم. وفي منطقة البقاع وفي بيروت في لبنان بشكل عام. جذورنا ممتدة وضاربة في عمق الأرض. نعم. أما الكيان هم جلب من عدة دول، عمرهم أقل من يعني 76 سنة، لديهم جنسيات ثانية، لا ينتمون إلى الأرض. حينما يخسرون قتلى ودماء ينهارون بسرعة. لا، هم ليسوا جاهزين لأي يعني لأن يقدموا دماءهم لأجل الأرض، وهذا الفرق بيننا وبينهم. أنا أشكرك جدا الدكتور حسن زين الدين، أكاديمي وباحث سياسي لبناني، معنا في الاستوديو وفي بغداد. حللت أهلا ونزلت سهلا، وشكرا لحضورك. عفوا. وشكرا للدكتور جلال جراغي، خبير في الشؤون الإيرانية الإقليمية. شكرا لك دكتور. ضيوف الأعزاء، شكرا لكم، وكذلك شكرا لكم مشاهدين الكرام.